مساء الخير، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده من برنامج اليوم. النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل الامير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخليه السعودي، ودكتور عصام بن سعيد وزير الدوله عضو مجلس الوزراء السعودي، وذلك بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخليه، بالاضافه الى السفير صالح بن عيد الحسيني سفير السعوديه بالقاهره. واكد الرئيس السيسي على عمق العلاقه الاخويه والتاريخيه التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وعلى محوريه دور الدولتين كركيزة أساسية لاستقرار المنطقة، لا سيما في ظل التحديات الجسيمة والمتصاعدة التي تتطلب مواصلة وتكثيف التعاون بين البلدين. شهد اللقاء التأكيد على الأهمية التي يكتسبها التعاون المشترك والتنسيق المكثف بين مصر والسعودية في مواجهة التحديات والمخاطر الأمنية المشتركة التي تفرزها ظروف المنطقة، خاصة في مجال مواجهة التنظيمات الإرهابية المتطرفة والجريمة المنظمة العابرة للحدود، فضلا عن تصاعد الجرائم الإلكترونية، وهو ما يمثل تحديا كبيرا يتطلب تكامل الجهود للحد من هذه المخاطر. كمان النهارده اجتمع الرئيس السيسي بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وناقش الاجتماع محاور استراتيجية النهوض بقطاع الاستثمار والتجارة خلال الفترة المقبلة في إطار رؤية مصر 2030. وجه الرئيس السيسي بتوفير التسهيلات اللازمة لزيادة معدلات الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص المصري والأجنبي، والبناء على ما شهدته الفترة الماضية من نمو معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر واستمرار التوسع في منح الرخصة الذهبية للمستثمرين في القطاعات الرئيسية ذات الأولوية للجانب المصري، وعلى رأسها الصناعة والطاقة الخضراء والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة والرعاية الصحية، وذلك على النحو الذي يحقق مستهدفات الدولة في التنمية الشاملة. ينضم إلينا سيادة النائب أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني. سيادة النائب مساء الخير. أهلا بحضرتك. بعد هذا الاجتماع وتوجيهات الرئيس، تقييمك لما تحقق في الفترة الماضية والنقاط التي يجب التركيز عليها في المرحلة المقبلة، خاصة ما يتعلق بالاستثمار وتركيز الرئيس على أن يكون المستثمر المصري له أولوية ويحظى باهتمام كبير؟ لا شك ان بس لازم ناسس لهذا الحدث اللي تم النهارده وليس وريد اليوم، وتصريحات السيد الرئيس الحقيقه متسقه جدا مع كل الافعال اللي قام بيها على مدار الثلاث اعوام اللي فاتوا، من اول المؤتمر الاقتصادي اللي اطلق فيه سيادته الرخصه الذهبيه، ثم طلب سيادته بعد كده توسيع نطاق الرخصه الذهبيه، ثم بعد كده اهتمام سيادته وتعميق الحوار الوطني من الناحيه الاقتصاديه اللي بيها خرجت اكثر من مخرجه في هذا الاطار، وتم ازاله العديد من البيروقراطيه الرهيبه اللي كانت بتعوق الاستثمار في مصر، وعلى اثر ده كله ابتدت تيجي صفقات قويه جدا من الاستثمار الاجنبي المباشر زي راس الحكمه وغيرها كمان الحمد لله. ثم يجي الرئيس النهارده ويتكلم بشكل مباشر جدا على تعميق الصناعه وازاله الخطوات المعقده اللي موجوده امام المصنعين. فاحنا بنتكلم على السيد الرئيس ماشي وفق منهجيه واحده وخطى ثابته، سيادته اللي بيصدره في اول يوم هو اللي بياكد عليه في كل المراحل حتى يصل الى هدف الدوله اللي سيادته بيضعه عشان الصناعه المصريه تلقى رواج كبير ويلقى عدم وجود كل المعوقات اللي موجوده. النهارده طبعا الاستثمار في مصر اختلف كتير، بنتكلم على الصناعه القطاع اللي كان مهمل سنوات طويله جدا جدا الحقيقه، وكان في الاف المصانع النهارده بارقه امل بنشوفها بفضل توجيهات السيد الرئيس، عديد من المصنعات المديونيات اللي كانت موجوده ابتدت تتجزا وتتجدول، في كمان الفوائد اللي كانت موجوده ابتدت تتشال من على المصانع، ابتدت المصانع تتفتح، ابتدت القوى العامله ترجع مكانها تاني. هذه الاليه المترابطه والاتساق مع الذات في توفير المناخ الامن للمصنع المصري في المقام الاول هيكون له مردود طبعا على الاستثمار الاجنبي. يعني احنا النهارده بنجتذب المستثمر الاجنبي من خلال حفاظنا وإزالة معوقاتنا الداخلية للمصنع المصري، وهذا هو ما يعني وجه به السيد الرئيس. وفكرة إن سيادته يتوسع لثالث مرة، وده ثالث طلب من سعادته إن احنا نتوسع في بشكل مطلق لكافة المستثمرين محلي وأجنبي، فإنه يحصل على الرخصة الذهبية فورا،
ده الحقيقه هيكون له اثر اكبر وهيكون له مردود كبير جدا في الايام المقبله الاتيه. الرخصه الذهبيه عشان المشاهد اللي مش متخصص في الصناعه او ملوش في قطاع الاستثمار يبقى فاهم، هو انك هتبدا مصنعك في اول لحظه انت هتقدم فيها انك تاخد حته الارض او تشتغل، تاخد رخصه كامله متكامله فيها الترفيق، فيها عدم وجود نزاع على ان الارض دي تابعه للمحافظه الفلانيه ولا تابعه لهيئه الاستثمار ولا العذاب اللي كان بيشوفه المستثمر زمان في مصر. نعم. ال 20 30 سنه اللي فاتوا ده اختفى خالص مع الرخصه الذهبيه، ومن صحيح. اول يوم المستثمر سواء الاجنبي او المحلي يقدر يبدا فورا شغله. اشكرك شكرا جزيلا سياده النائب ايمن محاسب مقرر لجنه اولويات الاستثمار بالحوار الوطني. نتحول خبر بهم العديد من الأسر واللي النهاردة أبنائهم بدأوا العام الدراسي الجديد 2024-2025 بالمدارس الدولية اللي بتدرس مناهج ذات طبيعة خاصة، وأيضا المدارس الدولية الحكومية IPS ومدارس النيل المصرية الدولية. أجرى السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني زيارة لمدارس أو مدرسة النيل الدولية بالشيخ زايد تحديدا بمدينة السادس من أكتوبر للإطمئنان على انتظام العملية التعليمية خلال اليوم الدراسي الأول. تفقد عددا من فصول رياض الأطفال والمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية كذلك قبل دخول الطلاب للتأكد من جاهزيتها لاستقبالهم. أكد الوزير على سلامة إجراءات دخول الطلاب المدرسة ووجه بضرورة التواصل مع الأجهزة المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بضمان نظافة محيط المدرسة، فضلا عن أهمية تخصيص أفراد أمن تابعين للمدرسة لتنظيم دخول وخروج الطلاب. تفاصيل أكثر عن بدء الدراسة في مدارس النيل في التقرير التالي. اول يوم في المدرسه بنحاول ان احنا نكسر الحاجز بين الولاد عشان ياخدوا علينا، بيبقوا راجعين من الاجازه عندهم 3 او 4 شهور وما قاعدين في البيت، فلازم بنرجع نتعرف تاني من الاول على بعض ونعرف طباعهم ايه ونعمل لهم شويه اكتيفيتي كده في الاول عشان يعرفوا بعض. لازم ان احنا بنعمل ايس بريكنج ليه؟ لان الولاد بتبقى جايه بعد الاجازه مهما كان عندها رهبه من المدرسه، فبالتالي انت لازم تظبطي نفسيتهم، لان هو لو هو نفسيته ما اتحسنتش خلال اول يوم خلاص هو كده هيقفل من السنه كلها. تقريبا احنا المدرسه الوحيده اللي بتوفر ماده الاي سي تي اللي مش موجود في اي منهج تاني، وازدواج اللغه عندنا لان احنا بنأسس في اللغه العربيه غير المدارس الدوليه التانيه، المدارس الدوليه التانيه ما بيهتموش بالعربي، لا احنا بنهتم بالعربي وبندرس السوشيال بالعربي عشان الطبيعه المصريه والهويه ما تروحش من الاولاد. بالنسبه لاول يوم يكون هناك بعض النشاطات ويتعرف المعلم على الطلاب الجدد في المدرسة، فقط هذا يومنا الأول. هي مدرسة بتهتم بالإنجليش وبالعربي عشان بتهتم بإن احنا نتكلم بالأكسنت الصح، برونسيشن تبقى صح والجرامر صح، وبرضه في العربي نفس الكلام، هي مادة أساسية عشان كده بقدر أتكلم إنجليش بالأكسنت الصح وعربي. في رياض الأطفال احنا بنقدم المناهج بشكل غير نمطي، بيعتمد أو أهم حاجة عندنا هو المتعلم اللي هو الطفل، من خلال بنقدم المناهج من خلال مجموعة من الاستراتيجيات والأساليب اللي بتعتمد على تكنولوجيا الاتصال الحديثة. النظام هنا مختلف تماما، نظام تعليم والنظام مفيش تلقين، مفيش، لا في متعة جدا في التعليم. أنا عن نفسي بحب النظام ومرتاحة جدا للنظام، شايفة فيه أي يعني صراحة عيوب غير إن هو يعني حاجات بسيطة إن احنا نقدر نتغلب عليها، إنما أنا من عشوق النيل صراحة. الحمد لله الفاسيلتيز كلها متوفرة، هما بيهتموا جدا بالأكتيفيتيز بتاعة الولاد، بيهتموا قوي بالنفسية بتاعة الولاد، حتى لو في طفل مثلا عنده مشكلة في أي حاجة بيعالجوها، فلا بصراحة هما سو فار سو جود بصراحة، يعني مقارنة بكل المدارس اللي في المنطقة هنا المدرسة ما شاء الله واخدة يعني ريفيوز كويسة قوي يعني. وبالتزامن بتستعد وزارة التعليم لانطلاق العام الدراسي في موعده 21 سبتمبر إن شاء الله. وأكدت الوزارة على ضرورة انضباط العملية التعليمية لتقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب وتوفير بيئة تعليمية ملائمة وجاذبة. نبقى مع أخبار التعليم. نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني هتظهر خلال الساعات القادمة، حيث انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من أعمال التصحيح الخاصة بكراسات إجابة امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني واللي انتهت يوم
يوم 3 سبتمبر. كمان فيما يخص الجامعات، وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمد فترة قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات الأجنبية حتى يوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر الجاري، نظرا لتأخر وصول بعض شهادات الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة الأجنبية لهذا العام 2024. ينضم إلي هاتفيا الأستاذ محمود طه مسؤول ملف التعليم في اليوم السابع. أستاذ محمود مساء الخير. نور يا فندم على حضرتك وعلى كل السادة المتابعين. بداية، توقعك العام الدراسي ده هيكون فيه إقبال وانتظام للطلبة مع توجيهات جديدة ونظام جديد لجذب الطلاب للمدارس؟ الو ايوه استاذ محمود حضرتك سامعني دلوقتي؟ سامعك يا فندم، معلش ممكن تكرري السؤال تاني؟ معلش طبعا تحت امرك. يعني في اجراءات اتخذها وزير التربيه والتعليم لجذب الطلاب على للحضور للمدارس وان هم يكونوا مشاركين بفعاليه اكتر في المدارس ونخلص من موضوع الغياب المتكرر، في رايك ممكن نشوف فعلا انتظام السنه دي مقارنه بسنين فاتت؟ اعتقد يا فندم ان شاء الله باذن الله السنه دي هيبقى عام دراسي مختلف، لانه طبعا في اجراءات كتير طبقها المدارس مع بدايه العام الدراسي الجديد، اولها طبعا تقليل الكثافات الطلابيه. تقليل الكثافات الطلابيه ده عامل مهم جدا لجذب الطلاب في المدرسه، لان الطالب لما بيلاقي الكثافه عاليه في الفصل ما بيحبش يروح المدرسه. ليه؟ بيقول لك انا مش مستفيد من الحصه الدراسيه، وبالتالي وكمان الديسكات بتبقى زحمه، فانا ما برضاش، فالطالب بيقول لك انا مش هروح المدرسه. ولكن في توجيهات صريحه من وزير التربيه والتعليم بضروره خفض الكثافات لتصل الى 45 طالب في الفصل. كمان من العوامل المهمه لجذب الطلاب في المدارس هذا العام هو فكره التقييم المستمر، التقييم الاسبوعي، التقييم الشهري، اختبارات الشهر، ايضا اعمال السنه بالنسبه لصفوف النقل، وبالتالي يعني كل دي هذه عوامل مهمه جدا لجذب الطلاب للمدرسه. كمان من العوامل المهمه ايضا تفعيل الانشطه داخل المدارس كعامل جذب مهم للطلاب داخل المدارس. نعم. اعتقد كمان انه يعني وزاره التربيه والتعليم تعمل حاليا على يعني سد العجز من اعضاء هيئه التدريس بطرق مختلفه، وده كمان مهم جدا، لانه طبعا كان صحيح. في بعض الفصول بيبقى ما فيهاش مدرسين، ممكن نخش مدرس حصه واثنين وثلاثه وباقي اليوم الدراسي. نتمنى ان السنه دي يكون عام دراسي مختلف مثمر وايجابي. اشكرك شكرا جزيلا الاستاذ محمود طه مسؤول ملف التعليم في اليوم السابع. استقبل قداسة البابا تودروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة أمس رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وعضو اللجنة التأسيسية للتحالف لمناقشة بعض المشروعات الجديدة التي يعمل عليها التحالف في الفترة الحالية في سياق تعزيز الجهود المبذولة وتعظيم الشراكة مع الكيانات والأعضاء في التحالف. خلال اللقاء استعرض قداسة البابا تودروس من جهته بعض الأفكار التي تساهم في تشجيع أعضاء التحالف على مزيد من التعاون والوصول إلى أكبر عدد من المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية للتخفيف عنهم. مساء أمس شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة اعتبارا من يوليو 2024، ومنحهم وسام الجمهورية من الطبقة الثانية، والذي صدق على منحه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديرا لجهودهم وتفانيهم في أداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة. شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة اعتبارا من يوليو 2024، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وأسرهم. وقام الفريق أول عبد المجيد صقر بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية، الذي صدق على منحه لهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقديراً لجهودهم وتفانيهم في أداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة. وألقى أقدم القادة المكرمين كلمة قدم خلالها الشكر والاعتزاز للقوات المسلحة لما قدمته من مختلف أوجه الرعاية والاهتمام لهم ولأسرهم، وحرصها على توفير كافة الإمكانات لبناء وتأهيل القادة والضباط على كافة المستويات طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة، مؤكداً أن القوات المسلحة ستظل دائماً المدرسة العليا للوطنية وميدانا للتضحية والعطاء من أجل الوطن. وألقى القائد العام للقوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة المكرمين الذين أوفوا العطاء داخل القوات المسلحة بكل أمانة وإخلاص وتفان في أداء المهام المكلفين بها، مشيدا بالقادة المكرمين ودورهم في الحفاظ على القوات المسلحة وتماسكها وحرصهم الدائم على الوصول بها إلى أعلى مستويات الاستعداد والكفاءة القتالية، كما أكد على أن القوات المسلحة ستظل دائما زاخرة بالقدرات والكفاءات وميدانا للتضحية والعطاء جيلا بعد جيل. ووجه القائد العام للقوات المسلحة في ختام كلمته الشكر والتقدير لأسر القادة المكرمين، تقديرا لما تحملوه من مسؤولية اجتماعية كبرى في إعداد أجيال من أبناء مصر قادرة على البذل والعطاء. كنا سعداء جدا بما رأيناه داخل هذا الصرح العظيم والتطورات اللي طرأت عليه، تكليف من معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالمتابعة المستمرة لهذا المشروع العظيم. سعداء جدا بالدور اللي بتقوم بيه كل جهة في أدائها لعملها، والعرض المتميز اللي شفناه من القائمين على تنفيذ المشروع، وإن شاء الله بإذن الله في القريب العاجل نزف لحضراتكم أخبار يعني هايلة بشأن تشغيل المستشفى. في السنوات الأخيرة لزيادة عدد المرضى وارتفاع تكلفة العلاج والتطور الهائل في الوسائل التشخيصية والعلاجية اللي حصل على مستوى العالم في علاج الأورام، كان لازم علينا أن احنا طبعا نتوسع في الخدمات المقدمة لمرضى الأورام في مصر كلها مش في معرض الأورام بس، بحيث احنا نغطي كل مرضى الأورام بدون انتظار. احنا النهارده فخورين بالمبنى اللي احنا موجودين فيه، ملحمة وطنية. مستشفى 500 هي أحد الكيانات العملاقة اللي هتبقى تحت مظلة ورعاية وإدارة معهد قومي الأورام. معهد قومي الأورام ده هو مرجعية أورام مصر لتكون انطلاقة كبيرة مش بس لريادة معهد قومي الأورام على مستوى مصر أو على مستوى الدول العربية، ولكن للريادة الإقليمية على مستوى أفريقيا. معهد الأورام على مدار 50 سنة والستين سنة اللي فاتوا قدر إن هو يحدد البروتوكولات العلاجية ويطور من الأبحاث العلمية. المستشفى ابتدينا نشغلها من أول ما ابتدت تشتغل من 2013 لديسمبر 2023، استقبلنا 620 ألف زيارة مريضة مترددة، وأجرينا 14 ألف عملية جراحة ثدي و230 ألف جلسة علاج كيميائي. الحقيقة المشروع هنا يعني بيحظى بدعم كبير جدا من القيادة السياسية، وفي تكليفات مباشرة من السيد الرئيس بسرعة الانتهاء من المشروع وافتتاحه في أسرع وقت. المكان هنا هيقدم خدمات طبية على أعلى مستوى، كافة الخدمات هتكون بالمجان. هنا هنستقبل كل الحالات من كل الأعمار سواء أطفال أو كبار، هنستقبل السيدات والرجال، حتى الحالات المتأخرة مش هيتم رفضها، هيتم قبول الحالات وهيتم تقديم أحسن خدمة مجانية ليها. حتى يمكن بنقول الحالات اللي بتبقى درجة رابعة وبتترفض في أماكن كتير جدا، هنا إن شاء الله هيكون ليها مكان وهيكون ليها كل العلاج اللازم للحالات دي. انطلقت النهاردة فعاليات النسخة الأولى من منتدى الإعلام الرياضي واللي هتستمر على مدار يومين النهاردة وبكرة بإذن الله تحت عنوان منتدى رياضي محترف. المنتدى بينعقد بشراكة بين الشركة المتحدة للإعلام ومنتدى مصر للإعلام وشركة 30 ديجري نورث بالتعاون مع رابطة كتاب كرة القدم البريطانية. بيعد المنتدى هو الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط الذي يناقش التحديات التي تواجه الإعلام الرياضي
والسبل المهنية لمواجهة تلك التحديات عبر عدد من الجلسات التفاعلية وورش عمل بيقودها مجموعة من أشهر الشخصيات الصحفية والإعلامية البريطانية، وفي مقدمتها الإعلامي الرياضي بول مكارثي رئيس رابطة كتاب كرة القدم البريطانية. تفاصيل أكثر مع زميلنا محمد سعيد. اهلا بكم مشاهدينا، برحب بمشاهدي دي ام سي في كل مكان من داخل فعاليات منتدى الاعلام الرياضي في نسخته الاولى واللي بتطلقه الشركه المتحده للرياضه. الحقيقه احنا شايفين حضور كبير جدا منذ الساعات الاولى حتى هذه اللحظه من كل النقاد الرياضيين وكل من يعملوا بمجال العمل الرياضي، سواء في محللين او رياضيين، او عدد كبير جدا. وايضا كمان من ضمن الجوانب الهامه جدا في هذا المنتدى هو حضور المسؤولين عن التسويق الرياضي، وهو اصبح شق هام جدا في هذا العمل والنطاق الرياضي بشكل كبير. مع الآن الأستاذ شريف حسن وهو مدير إدارة الإعلام والتسويق الرقمي بالاتحاد الإفريقي الكاف، برحب بك معنا أستاذ شريف على شريط دي ام سي في البداية. والنهاردة الحقيقة منتدى في نسخته الأولى ومشاركة حد من الكاف الحقيقة النهاردة بيعطي نوع من الزخم، بتشوف إزاي النهاردة أهمية هذا المنتدى؟ اهلا بك، مبسوط ان انا معاكم على دي ام سي. ولا المنتدى بصراحة انا مبسوط جدا ان انا موجود هنا، دي حاجة يمكن اول مرة تحصل في مصر لكنها متداولة وموجودة في بلاد كتير في العالم، وحضرت كذا حاجة يعني منها. أنا شايف إن دي خطوة للأمام لتطوير المستوى الإعلام الرياضي في مصر وتطوير مستوى الإعلام الرياضي والاطلاع على الخبرات والكفاءات والأفكار المختلفة اللي تخلينا نحسن جودة المحتوى اللي إحنا بنقدمه للجمهور يعني. اخر سؤال معانا عشان قبل وقت حضرتك على طول، التعامل ما بين المؤسسات زي الاتحاد الافريقي الكاف وما بين الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه او حتى الشركه المتحده للرياضه، بتشوفوا ازاي على المستوى ده؟ احنا كده بنشتغل مع الاتحاد الافريقي استراتيجي، ان هو احنا بنشتغل مع 54 بلد في افريقيا، دورنا ان احنا نكون موجودين ونساعد البلاد ان هي تتطور على مستوى الاعلام وعلى مستوى الكوره. على يعني الاتحاد الافريقي عنده كذا جزء من التطوير، مش بس تنظيم المسابقات ولا الفعاليات، لكنه كمان ازاي يطور او يشارك في تطوير الاتحادات الاهليه في انها تصنع يعني تصنع برودكت احسن. بالتالي بوجود الشركه المتحده هنا واتحاد الكره المصري ووزاره الشباب والرياضه في مصر، مصر هي بلد المقر وبلد المقر للاتحاد الافريقي وبلد المؤسس ليه، فبالتالي دورنا يمكن يكون فعال بشكل اكبر ان احنا نكون موجودين نفيدهم بخبرتنا، نقول لهم الحاجات الجديده، نقول لهم الريجيليشنز او اللوائح الجديده المنظمه للعمل سواء الاعلامي او الرياضي ككل. ده دور الاتحاد الافريقي ودوره انه ينقل الخبرات دي للعاملين في المجال الرياضي في مصر. اشكرك جدا استاذ شريف، شكرا لحضرتك. شكرا ليك، شكرا ليك. مشاهدينا زي ما تابعنا سويا، ده كان لقائنا مع استاذ شريف حسن مدير اداره الاعلام والتسويق الرقمي بالاتحاد الافريقي الكاف. الحقيقه ما زالت الجلسات والورش مستمره حتى هذه اللحظه، مستمره حتى مساء اليوم في الثامنه مساء اليوم، ان شاء الله يكون اخر الجلسات لليوم الاول، ومن ثم في الغد ان شاء الله تنطلق فعاليات اليوم الثاني من منتدى الاعلام الرياضي في نسخته الاولى هنا في القاهره. عوده مره اخرى للاستوديو. شكرا للزميل محمد سعيد. نختتم أخبارنا مع أخبار البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، وبتختتم هذه المشاركة اليوم بعدما حصدت حتى الآن 7 ميداليات متنوعة بين الذهب والفضة والبرونز. ينضم إلينا هاتفيا الناقد الرياضي عثمان إبراهيم. أستاذ عثمان مساء الخير. كل المشاهدين اهلا بيك، تقييمك لاداء وانجازات البعثه المصريه في الاولمبياد البارالمبيه. اعتقد المشاركه معقوله جدا جدا، ربما الناس كان عندها بعض الاحباط في بدايه الدوره بسبب طبعا ما كانش في ميداليات في الايام الاولى، لكن ما شاء الله في اخر 4 ايام من البطوله انتفاضه مصريه كبيره جدا جدا، وطبعا ده بفضل الله سبحانه وتعالى ثم رفع الاثقال. 7 ميداليات لحد دلوقتي، 2 ذهب 2 فضه 3 برونز، 6 من 7 في لعبه رفع الاثقال، حاجه محترمه جدا جدا. طبعا ابطالنا اللي جابوا الميداليات محمد منياوي ورحاب رضوان خدوا 2 ذهب في الاثقال، فاطمه محروس محمد صبحي 2 فضه في الاثقال، كمان صفاء حسن وطبعا زميلتها والبطله ناديه فكري من دقايق في الميداليه البرونزيه في رفع الاثقال، وطبعا منتخب الطايره جلوس. يمكن كمان دلوقتي احنا بنتكلم عامر فروق بيشارك في نهائي وزن فوق 107 كيلو جرام، نتمنى ان شاء الله ربنا يوفقه ويجيب لنا الميداليه الثامنه. اعتقد مشاركه مميزه جدا جدا. مصر بقى ليها 191 ميداليه متنوعه في البارالمبيات، 51 ذهب 70 فضه 70 برونز، ان شاء الله يعني نبني على اللي حصل في هذه البطوله عشان في لوس انجلوس
نتخطى ال 200 ميداليه متنوعه ان شاء الله في البارلمبيك ان شاء الله. يا رب. وبنبارك لبطلتنا ناديه علي اللي توجت منذ قليل في رفع الاثقال البارالمبي في منافسات نهائي وزن 86 كيلو بالميداليه البرونزيه. اشكرك الاستاذ النقد الرياضي عثمان ابراهيم، كل الشكر والتهنئه لابطالنا اللي بيرفعوا اسم مصر بحصولهم على ميداليات ذهبيه برونزيه وفضيه وانجاز رياضي يضاف الى رصيدنا. اشكر حضراتكم على حسن المتابعه، وغدا يتجدد اللقاء. الى اللقاء.